أنا كتير بقول شيء، ليه كل يلي كرهوا يسوع ورفضوا يسوع بدهم يروحوا للسماء ليكونوا مع يسوع؟ فكروا بهالأمر. وحده يلي قام من الموت، وحده يلي هزم الموت، وحده يلي انتصر على القبر، هو وحده بيقدر يدعي كل واحد فينا، انت وانت وانت وانا، ويقلنا اليوم بنهار احد القيامة هيدا ما تخافوا ابدا لا بالحياة ولا بالموت. لما توثقوا فيي كمخلصكم وربكم ما في شيء لا تخافوا منه ولا شيء.